ولد نزار في مدينة اللاذقية في سوريا عام 1958، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم الرسم والتصوير في دمشق عام 1981، حاز على شهادة الدكتوراه في فلسفة علوم الفن في موسكو عام 1990. بعتقد بتمرق الحياة أو مراحل مختلفة من الحياة بدون ما كتير تفكري فيه، لذلك كتير صعب تحددي أي ما صار عندك حس فني. الإنسان بيولد، والحالة طبعاً عم بحكي عن حالتي أنا، يولد بأسرة كبيرة، أسرة بالطبقة الوسطى، يمكن أسرة كادحة. السعي الأعظم هي أن تكون لا بأس متوسطة، أن تيجي الأعياد تقدر تشتري لأولادك ثمانية ثياب جداً، أنه تقدر تساعدهم أنهم يستمروا بالمدرسة. يعني بهيك ظرف بتصور صعب، صعب تظهر بشكل مقصود للملكات الخاصة. بهذا الوقت وحدة من إخواتي الخمسة بلشت ترسم بالقلم، وكان بتصور يعني حدث غير عادي انه في صبيه هي وصديقه لها يروحوا على مركز ثقافي بالقلم يرسم. هلا لسبب ما كنت روح معها، لسبب انه الاهل يريدوا مع هاي البنت الصبيه الحلوه يروح اخ صغير معها، او لسبب انه كنت انا احب اتفرج كيف عم ترسم او كيف عم تتعامل مع موضوع قدامها أو موضوع من خلال كروت ملونة للوحات فنانين. المهم هذا الشيء خلاني فعلا استمتع بالمراقبة، واستمتع بهاي الحالة كلها، كيف إنسان بيوقف وراء لوحة بيحط ألوان بصف ألوانه، كيف بصير يطلع على الطبيعة اللي قدامه ويحاول ينقلها بروح ما، بمعلمية ما، بمعرفة ما. المهم هذا الشيء بلش كتير يتأكد اعتبارا بنهاية الفترة الإعدادية، لما لأسباب ما بعرف شو هي اعتقدت بشكل عميق أنه أنا فنان وأنا لازم أكرس وقتي لأتعلم كويس. فبلشت أتعلم لحالي، أحمل سيبة كتير كبيرة مع لوحات كتير كبيرة، وكل يوم عطلة اطلع على ظهر باص حط هاي العدة واطلع على احدى قرى المنطقة، منطقة الساحل السوري. بعد سنتين انتسبت لمركز الفنون التشكيلية باللهجة، والتقيت مع ناس هاي اساعدوني كثير، منهم بذكر دائما الاستاذ عبد الله الحلو اللي زرع فيني مجموعة من الفضائل. يعني بقول فضائل لأنه ما أنا عملتها، إنسان آخر عمل فيني، ما بعرف إذا فيني فضائل. الفضيلة الأولى احترام الوقت، بذكر كان دوام الساعة 4، يجي أنا أبكر شوفه واقف على الباب بانتظار الموظف اللي معه المفتاح ليفتح باب المركز. حقيقة هي الفضيلة باحترام الوقت الغير شرقية والغير عربية على الإطلاق، تعلمت منه وصرت مارسها من هذاك الوقت إلى اليوم. لما بكون عندي موعد بحاول أوصل قبل 5 دقائق وأقف على الباب. الفضيلة الثانية اللي تعلمتها من عبد الله الحلو هي الحب اللي ممكن يكون بين البشر بعيد عن الغايات. هلا
لا يمكن كل هاي المقدمات خلتني لما اخذ البكالوريا البلادية اني اروح الشام مباشرة على كلية فنون. لأنيك سعيت كثير حياتي خلال دراستي لأثبت لأهلي أولا أني هذا مجالي اللي اخترته هو المجال اللي بقدر أكون فيه ناجح. فكان عملت نشاط كبير حياتي بارا بالسنة الأولى، وكان أي صحيفة تكتب عني لو كلمة قصة وأبعثها بالبريد، وكان البريد يستغر شيء أسبوع ليوصل بين الشام بلادي لأثبت لوالدي أن نشوف. أو انقضت دراسي 5 سنوات و بعدين كمان درست 5 سنوات بالاتحاد السوفيتي بموسكو. وبقدر أقول يعني ما بشكل جازم أنه تشكل عندي حس فني، وهذا الحس خاص ممكن مختلف تماما أو كليا أو بشكل جزئي عن الحس الجمالي بمعنى التقليدي ومعناه ممكن نذكره بحالات فيها توصيف عالي بالكتب والدراسات كتب المختصه طبعا. أقام الفنان نزار معارض فردية وشارك في معارض أخرى جماعية مع فنانين آخرين في الوطن العربي ودول أخرى في قارات آسيا، أوروبا وأمريكا. حصل الفنان على جوائز عدة، منها الجائزة الأولى في التصوير بينالي المحبة الأولى في اللاذقية، شهادة التقدير بينالي الشارقة الثاني، الجائزة الأولى بالتصوير ملتقى دبي العلمي للفنون، جائزة بينالي طهران الرابع للفن المعاصر في العالم الإسلامي. أنه هذا الإدراك للجمال والإحساس فيه كيف ممكن يظهر بهذا الوقت اللي تغيرت فيه كل المعايير، كل المعايير الجمالية وحقيقة وبقدر أقول حتى معايير الإدراك وطرق الإدراك والتفكير. أنه كل شيء بصير، كل شيء بصير بمجال التقنية عم بيأثر فينا بشكل مباشر بكل شيء. بعتقد بهذا التحول والتغير في شيء ثابت دائما. من نقاط الجمال الثابتة بالرغم من تغير المعايير حسب الأزمنة، ظل مثلا الجمال الإنساني جمال ممكن يصير إجماع عليه، جمال المرأة، جمال الرجل، جمال العاطفة إذا بدي، جمال الأخلاق والتربية إلى آخره، مع أنه كلمة الأخلاق مو ثابتة ولا بنقدر نحددها على الإطلاق، كل وقت له أخلاقه وله عروضه وله إلى آخره، بس ظل الشيء المتعلق بالإنسان ثابت إلى حد ما. فبقدر أقول أن امرأة جميلة ويوافقني 10 أو 20 أو 30 أو 40 على هذا الحكي، بنقدر نقول رجل جميل أو رجل مميز، بنقدر نشوف ناس كمان توافقنا عليه. هلا الشيء الآخر اللي ثابت إذا بدك وسط هذا التغير هو الشيء المرتبط بالعمل اليدوي. يعني كان وما زال يلاقي تقدير كبير باعتباره إنساني، باعتباره مصدر الأساسي هو البشر. لا سيما بيتصاعد هذا الإحساس وهذا التثمين بوقت صارت الآلة بتعمل تقريبا كل شيء. فلليوم بتشوف هاي الأبساط القاعدة عليه رغم أنه في آلاف الاحتمالات لرداء أو غطاء تقني معاصر إلى آخره، لكن هذا بيضل في ريحة البشر إذا بدك، بيضل فيهم، بيضل في إمكانياتهم الأولية. يعني الإمكانيات البشري الأولية لما يشتغل بإيده، لما يشتغل بعقله، بيشتغل بجسمه إلى آخره. أنا بعتقد أنه هاي النقاط الجمالية هي ثابتة وسط تحول وتغير كتير كبير بالحياة.
مكانها في المنازل الخاصة بدور العبادة إلى آخره. إضافة لنقطة حكيت عدة مرات عن واحد صرية الأولى اللي أخذتها بحياتي، أنه ببيت أهلي البيت العربي كان في نافذة غائرة بالجدار، جدار حد البلد، ومحطوط دائما في أيقونة قاتمة قدامها كاسة زيت وشمعة. يعني هذه النقطة المضيئة على الخلفية الداكنة شكلت لي مفردة بصرية أو درس بصري لليوم نستخدمه بعد مضي 40 سنة عالشغل استخدمه لليوم. يعني تعتبر من المفردات الأساسية اللي شكلت الزائقة البصرية تبعي. بعتقد بيعمل أيقونة اللي عم بحكي على مو المعنى التقليدي، عم بحكي عن معنى اللوحة اللي لها خصائص التعبيرية ولها خصائص الحرية غير موجودة بالأيقونة. أنا عم بحكي عن اللوحة، عن عمل فني. بعتقد اللي بينتج عمل فني في هذا الروح الأيقونية يحتاج إلى نفس أو روح خاصة وليس إلا معرفة خارجية. يعني يحتاج إلى روح داخلية خاصة ما لها علاقة بالمعرفة الخارجية. يعني لا يكفي أن أدرس الأيقونة وتاريخها لأصبح رسام في طابع أيقوني على لوحات. هلا الحالتين بقدر أجيب عليهم عدة أمثلة. بعرف بعض رجال الدين اللي درسوا أيقونات رجعوا رسموا أيقونات رسموها بدون روح، رسموها بمعرفة، رسموها من الخارج، والحياة الأيقونة هي أساسها الداخل وليس الخارج. بعرف كثير من الفنانين السوريين اللي كان موضع من 20 سنة أنه يرسموا أعمال فيها روح أيقونية، لأنه أغلب مقتني الأعمال كانوا مسيحيين يعتقدوا أنه ممكن يقنعوهم أكثر بشراء هذه الأعمال. أنا بعتقد هذا كل شيء وقتي، إنما اللي بيرسم بروح أيقونية هو لازم يكون عنده هذا الاستعداد. فبعتقد هي هي العلاقة بيني وبين الأيقونية، إنه أنا يبدو عندي استعداد وعندي ضعف لهذا التأثير في داخلي، وبالتالي عم بسعى إنه يخرج إلى سطح اللوحة، إلى سطح أعمالي بشكل أقل ما يمكن أن يوصف فيه لأنه شكل يتمتع بالحرية. أنا بعتقد الفن كله في تعبير عن الخالق، في محاولة للوصول للمطلق، والمطلق بكل المعاني هو الخالق. هذا المطلق ما له حدود وما له مواصفات وما له أبعاد. هذا المطلق له تأثير علينا أكثر، تأثير روحي ممكن يكون، تأثير نفسي، مثل ما بتأثر علينا السماء اللي فيها نجوم كثيرة بالليل. وبالتالي الفن هو دائما تعبير عن الله. بأول شبابي كان في تعريف للفن بيتناولوه مجموعة من زملائي كلية الفنون، بأن الفن هو أن نعلم الله كيف يكون الخلق. هذا التطرف بالمعنى أو هذا التطرف بالمقولة له جوهر، له علاقة بهذا الشيء اللي حكيته، أن الفن هو سعي إلى المطلق. هي الإيمان بالنسبة لي قضية إشكالية. هلأ بداخلي عندي إيمان، وبتحاشى بمواقف كثيرة ما أحكي عنه، لأنه راح أضطر أقول مثل الآخرين، مثل أغلب الآخرين، أنه عندي طريقة بالإيمان وأنا ما بريد ولا شيء.
لأنه بالحقيقة أنا هيك. لكن لما تتأكد مقولة من الناس كتير أنا بحسها بتتغير، ما بتضل بقوتها ولا بتضل بمعناه المقصود. لكن بقدر أقول أنه أنا بعيد عن الإيمان بالمعنى المؤسساتي، بالمعنى العملي، يعني مبسوط ولا بروح على الديسة. بس أنا بحب الخير، بيشتغل بضمير بيعذبني، ويمكن مشكلتي مع أولادي ومع الطلاب أني هيك، أني كتير بحاول أكون مزبوط صراط مستقيم، فالآخرين بيشوفوني أني حامل السلم بالعرض. بسعى هذا الشيء يتقدم بنوع من اللطف، بنوع من الليونة، بنوع من الابتسامة، بشكل بالحركة اللي فيها تحبه. لكن كتير بسعى أنه ما يكون في غش بالحالة، وتكون نظيفة. فهون في نوع من التناقض، نوع من الإشكالية بين الإيمان بالطريقة الكتير خاصة ما حدا بيوافق عليها، بالمعنى الحرفي للإيمان، بالمعنى الظاهري والخارجي، ومن جهة تانية في رفض للجانب العملي. بس أنا بعتقد أنه الإيمان إذا أخذناه بنوع من الصدق وبمنطق الاهتمام بالعمل فأنا مؤمن. بمعنى أنا بشوف كل إنسان مخلص لعمله، كل إنسان بيحاول يأكد على نقاط إيجابية بمجال عمله ونقاط اللي فيها محبة وفيها حب، هو مؤمن. أنا بعرف ما رح يعني يتعاطف مع هذا الحكي يتوفى، أنا ما عم بقوله ليتوافق معه، لأني بعرف القناعات ما بتتغير، يعني لا عند المؤمن شوي ولا عند المؤمن كتير. معني بفهم أن الإيمان ما في شوي وكتير، في إيمان فقط. لكن كيف توب هذا الإيمان؟ هون بقى اللي بنحكي فيه، لأنه دائما بالإيمان في حقيقة جانبين، جانب روحاني داخلي، علاقتي المباشرة مع الرب ومع الحياة، وجانب آخر هو عملي يومي طقسي إذا بدك، أنك تفيقي تعملي كذا، تنامي تعملي كذا، تشربي كذا، تلبسي كذا إلى آخره. أنا هذا الجانب ما عندي، غير محقق. وأول ما بدأت درس بكلية الفنون بداية التسعينات كان في مقولة، وهي اللي عملت حركة بالحقيقة بقسم التصوير بكلية الفنون، أن الموضوع هو مفتاح للشغل فقط، الموضوع غير مهم، الموضوع هو الدفشة الأولى، هي الخطوة الأولى مشان نعمل لوحة. هلأ مع تقدم الوقت صرت أشعر أنه بقى الموضوع مهم. مهم على عدة أصعدين، مهم أول شيء للعمل نفسه، ومهم ثاني شيء للفنان نفسه. مهم للعمل حتى ما يكون بسيط وساذج وسهل مثل ما بيعتقدوا أغلب الناس لما بيرسموا، يعني بمعنى يكون في محور فكري له، بعدين عم يلبس شكل ما يتقدم هذا المحور. مهم للفنان لأن الفنان
بعتقد ما كل الفنانين، بقول الفنان ما بدي عمم، بقصد تجربتي أنا، لأنه في ناس كثير عندهم مقدرة وعندهم فرط نشاط عاطفي، بقدر سميه بأي لحظة وأي مكان بيقدروا يرسموا. هلا أنا كنت هيك من 20 سنة، أما هلأ ما بقى هيك، هلأ تغيرت كثير، صرت ما بقدر أرسم لحضر وفكر وأعمل دراساتنا مع الورق الأقل بذهني، حضر بعض المواد وبعدين بلش أشتغل. هلأ انتزع في شيء فيني بداخلي، ما بعرف يا ترى الوقت اللي نزعه، أنا نزعت ضايقت حالي، يعني حشرت حالي بالزاوية لو وصلت لهون مرحلة، ولا هذا شيء طبيعي مع تقدم العمر والنضوج والرغبة بتقديم شيء مغاير أو مختلف. فبالنسبة لموضوع مهم، تناولت مواضيع كثير مختلفة خلال 20 سنة وثلاثين سنة الأخيرة، باخذها عادة إما من التاريخ أو من الواقع. البعض بيعتقد أنه لما بناخذ من التاريخ هذا الشيء ما مهم، أنا بشوف شيء مهم، لأنه نحن ما بنقدر أبدا ننفصل عن التاريخ، وإذا بنقدر نعمل سبر لدماغنا للأرشيف تبعنا حنشوف أنه في نصفه أو في ثلاثة أرباعه هو ماضي، أما حاضر ما في، أي كلمة وهمية، في مستقبل. لذلك يعني كل البشرية هي عايشة كمان بالماضي، يعني لأنه الماضي فيه كل شيء، في كل شيء ضمن حدود المعرفة الموجودة عند كل إنسان. آخر شيء اشتغلت بالاستهانة بمنحوتات تدمر. هلأ عندي عدة أفكار مشتتة بالحقيقة، ما بقدر ركز، ومنتظر عطلتي بالصيف لأقدر أعمل شيء، إذا رح أقدر إن شاء الله أقدر. إن أعمال الفنان نزار موجودة في المتحف الوطني وقصر الشعب في سوريا، المتحف الوطني الأردني في عمان، في متحف البحرين ومتحف الشارقة، مؤسسة كيندا ومؤسسة إعمار، متحف فنون شعوب الشرق في موسكو، وصالة أوسكار في واشنطن، وفي مجموعات خاصة موزعة في دول العالم.